صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أشد عذابا، المنافق أم المشرك؟ وما هو حال المنافق الموحد يوم القيامة؟ أنت ما تقرأ القرآن، الله جل وعلا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم أشد عذابا من المشركين ومن الكفار، لأنهم عرفوا الحق ورفضوه وتركوه.